شباب رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه في البينك تايح على اي اف ام ومتياج سبورت. معنا كل نهار جمعه الوقيت هذا من 9 حتى لل 11 نتاع الليل. نعاود نرحب بالتشكيله اللي حاضره معنا. بلاك تشاينا اهلا وسهلا بيك. جايز ديسلايك الفائز عاد الفائز عاد باهي اوكي ديسلايك الفائز اسامه الخاسر الخاسر ما ميسالش معناها ما يقلقش. سامي خويا اهلا وسهلا بيك مره اخرى. اساب كيف كيف وهوني نبدا بيك انت يا سلومه قرايد العش قرايد العش. انت باش تكون الكاستر في ساعتنا الثانيه. دونك سليمه زهار اي كي اي سلومه كابيتا 17 سنه ثالثه اني ليسي شامبيون في الفيفا. خلينا نقول عمدي ربحت كراتوس شامبيون في الفيفا. شخصيه محليها واثرت اعجاب الناس الكل. نتصور المره اللي فاتت في الابيزود 17 من البينك تايح. ندعوكم ترجعوا تتفرجوا فيه على اليوتيوب في اف ام تي في. ساعه نخليك تعدي تحيه لكراتوس اللي متحلف فيك في طرح روتور يحب ياخذ الريفانش نتاعه. هو طرح وقتها وفي 4-2 4-1 اما لا يكذب عليا قال لي 4-2. اش تقول له كراتوس من المنبر هذا؟ يا كراتوس سايب عليك سايب عليك يا كراتوس يا كراتوس خليك رايق خويا. تحيه ليه كراتوس صديقنا وحبيبنا. ننطلق خويا في الطرح نتاعنا. الريال كونتر شكون؟ ليفربول. الريال كونتر ليفربول وباش تكون الكاستر هوني سلومه كابيتا. يلا الكلمه عندك. الكاميرا غادي الاكران غادي التعليق يا سلومه. نبداو المباراه سيمي كونتر اساب. دونك الكره عند الكره عند شكون؟ ترجم لي ليانا شكون الازرق شكون الاحمر؟ شكون الازرق وشكون الاحمر سلوما ترى؟ ليفربول الاحمر والازرق يا ريال. انت اساب الاحمر ولا الازرق؟ انا ليفربول الاحمر. اساب الاحمر اساب فوالا اساب ليفربول. يلا ارجع ما في بينوش الاربيت يعمل اساب. يا اسامه اخويا شبيك منبوس؟ شنو خسرت عادي في ليه عادي 4-3 بيه قاومت للاخر. هوني مانيش قاعدين نراو في ياسمي جوريت. هذه هي المشكله. اساب كان تعمل مزيه تنزل عليك المربع هذاك اللي الفوق في الاكران. ليه بالسوري كبر كبر مش ظاهرين فوالا. لي هاو باش يكبر لونجلي كل شيء يولي فوالا. يلا جايز نرجعوا. هاي شكون كيفك سلومه؟ هاي كره ترجع عندها زار كروس. شو سلومه كي رجعوا لها لسامي بعدت على الميكرو. تنجح حالك الميكرو تنجح حالك فوالا بارفي الجو كبير. يلا الاولاد ماركي وروحوا خسروا. هاي دونك الكره عند كروس. كروس يسنترها لي ما يسنترهاش. ترجع لازار الابا كازيميرو. يلا الكره البيل بيل بنزيما وارجو بنزيما نعم يخوف. اسمع بس لو ما حبت تقول اي ولد عمي تونسي شكون المايك بنزيما اي تونسي اي وتحومتي تعرفوش مش حلينا معاه ستريم البارح والكرتاز سلم عليك ديجا رجع كل البين بين جارت بين مودريتش كروس هازار وترجع للجول. يلا ريال مدريد ليفربول احلى اسب احلى ليفربول. هاي تحب ليفربول حق تحيه لابراهيم خاطر ديما كيقول احلى الدنيا تتقلب. بسم الله يعرف روحه برهوم اللي تسمع فينا كان عرفت روحك خويا. خلي كومنتير ما يسالش ابراهيم. استنى ابراهيم شتوي هكا شتوي ولا شتوي فاز هكا وحاسيلو يعطي الصحه مش مقصر مره قال احلى فرنسا احلى فرنسا قص الضو في فرنسا. قص الله جملة في فرنسا. قص الله هذا هي اسمه توك بريم تاعنا. بلي فما سؤال نحب نسأله أنا. حتى في ستريم هكا يخزروا له حركة ربي شوية كل شيء يوقف في بدنه يخزر له يلعب ترونكيل. ثبت ركزوا معاه ركزوا معاه. أحلى ريال أحلى ريال. ضحكت. وأحلى سيمي. أحلى كورة. كونسونتري على الأخر. سيمي شنو كونسونتري؟ مسليني قبيلة يعني باش تخرج من الإكرون يشوفك. حبيت نربح حبيت نربح مستحيل. نرجع على الكره كازيميرو ما تحط شيء في بالك وسام خويا مرحبا بيك في اي وقت في بلاتو انتصار والله نادي الانتصار يعني للجماهير نادي الانتصار للجماهير فهمتني اللي كانوا يتفرجوا فيا تعبت عليهم الكابل في الماني نقول لك
حذرت له برشا طرح هذا صار للعبيد الكل اللي معناتها امنت بيا قالوا ديزايك باش يربح هاي ان شاء الله عندنا الفينال انت يا زاه بنتي انا انت جوك به لا مانيتي جوها به مانيتك جوها به يا ظهر لي عطيته مانيت ما تخدمش كله من ديزاك يا سلام جبت ابراهيم ولا شكون يا ابراهيم يا ابراهيم صلي على رسوله انزل على بيس سامي انزل يلا جايز سلومه وابراهيم هذايا لازم جيبه لنا مره طيب لا 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 ما تجيبوش او سي بون سي بون سي بون مانيش باش نجيبوك يا برهوم مانيش باش نجيبوك يا برهوم بلاك تشاين عندي نقطه انا اول والله غدرني غدر الاصحاب وينك سامسونج نرجعوا للفار كيفاش بديت كيفاش وفيت؟ انا نحتاج هكا توا يا ساب هكا نحي مريولك هساب ما يجيش شوف كل كيفاش بديت كيفاش وفيت؟ قاعد وقت في نصلح لك في هذا واحد بليش يلا يا سلومه بسم الله الرحمن الرحيم شنو هو توا الفازيت اللي عم فيهم بعد كيفاش من ابراهيم بعد باش يرجع نصارات ليه بعد باش يرجع نقاب شقات مركز هي يعني يا سلوم عليش هكا يا سلوم بي ما عش نجبدو اسمه سيد ما سميته السيد هنا تاو يلا وينك يا مانيت وينك بلاك شاينا وسيمة باش احكي لكم حاجة ذي بالحق حاجة ليجونت لا ابراهيم لا شيء احكيه وسيمة تيباك تيباك هو خطر تاو جبدو تيباك مرة تيباك دخل الستريم بتاع اخونا احمد ملك بالوقت قص الضوء على الدار الكل نعملوا روحنا نعملوا روحنا اللي المانيت ما جمتش تاو نكملوا نحكيه وخليه فطر انا جبت ديجا اسم تيباك والتبكى المانيت روبرتو فيرمينو هيدرسون اقصد بالله سلومة سلومة تعلق ما يهمنيش فيك تحكي ما تحكيش احكي على روحك سلومة ما تطلبش اسمي جايه لا روبرتسون احرف على الاخر اكثر روبرتسون ما عادش عندي له الكره روبرتسون هلا من غادي هاي روبرتسون ما عادش عندي له ترجع المانيت يرجع رسارة يلا جايز يدي احلى ريال واحلى سيمي اسمعني انت وجهك ما يتحركش كي تبدا تلعب حاولي ديك حاولي ديك لا بالرسمي الكابل قاعد الكابل اسمع حطه حتى تحت البيسي تا ما عادش يتحرك وترجع اللعبه السي اس اب وان شاء الله يعمل اتاك وان شاء الله يعمل اتاك الكارديا يا ساب اي عادي ليش ليه بس الكارديا اي 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 وي مارك ما ترجعيش للجول ليه حنة تانية ليه عاد مغيشي يتعاف ليه حاي اوه مل سيمي تبارك الله عليه ترجع الكورة لساب أساب يلا يعطي الصحة بروترياس في بالو ذكرها بروسيس بروسيت أدريانو لينتر تقدم شوية من السنتر تشوت ماركي تطلع السنتر كارو الكل فهمتي بو اوي 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 بونتو 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 سيمي ما تحكيوش مع بعضكم شباب باش نجمو نسمعوكم او يا سيمي هكا ما عرفتش شكون شجع انا ما الفايده في سيمي معناتها شجعني انا شكون هكا شنو الموضوع اسمع نشوفوا لها كابل اخر عندكش كابل اخر سلوم على الغالي كابل هذاك تاع شارجور سي بون نورمالمون سي بون جايز نرجعوا لطرحنا سيمي ازاب ريال مدريد ليفربول كراتوس ليك وحشه يا كراتوس يا كراتوس فازت المانيت الدوزيام ايطون مين اللي فهمنا فيه دونك الكوره رجعت لسيمي يا ربي اتاك بيه بنتو اخر عاد لا عاد اوكي شجع ما جهتينا هيا فك عاد يا سام باش تهضربك بالميكرو مش بالمانيت تحب ليفربول راك تلعب جامعيتها لا الريال قبل اي 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 كريستيانو كان هزار اي هزار اي كله مضروب اوه حلوه الشوطة عالبار حلوه حلوه بالليكس يلا سلومة ركز لي في الطرح نحبك محايدة سلومة لازم تركز شوية نشجعوا شوية ليفربول سياساب ان شاء الله يجيب روحه وعمل اتاك اي اتاك به اي بلي نحكي حاجة ديما بليكس ديما ديما يجيب حذينا للدار غادي نهار كامل شدني فهمتني في الفيفا يعطي فيا على راسي
واو جي الوقت باش نتشمت فيه انا تو بجرب بيعطيه فهمتني كيما نعرف انا 3-0 4-0 خليهاش تحوي روح ما تحركش الماني احلى ماني واحلى اساب احلى بوت دول ماني دول ماني زيد ازلعوا خلي زيد ماركه صحيح تقول ما عملش اتاك وفازيت هذوكم لا يلا تنفس بشوية سامي تنفس بشوية دورة كل وليد جمعيتكم كلها كلها جمعيتكم احلى ليفربول وتحية ليفربول تحية ليفربول كنت تسمع فينا تحية محمد صلاح وفخر العرب ليش اسمه ذيك ولد حومتك محمد صلاح ليه عاد بسكن وراك بيزين بنزيمة بنزيمة بنزين ديزلايك قاعد يغزر للطرح ويقول طرحي أنا خير يا باس يا مدريتش مدريتش المايسترو ذيك بنزو في برشا شو سلو روتري سلو ما يخي هو كل جوغ عنده ابيليتيز خير من جوارته خينا اي كل واحد هازار حلوة 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 صح صح بعيدة بعيدة نايس حلوة على البار على البار يا دي شي ما يصعب عليك ليه ليه مشكك سلومة هي راي سلومة في ثوب اللعب تحب تكون ثوب اللعب سلومة يلا شبيك سكت عرفت خادم ركزة في الطرح نستنى احسبوا اسمع احسبوا مش طرح فيفا احسبوا طرح بالحق طرح بالحق اي طرح بالحق زيد باش نركز فيه ومن بعد باش ناخذوا انت شنو تحب ليفربول ولا الريال الريال نحسبوا كريستيانو مازال في الريال وبعد الطرح باش ناخذوا تصريحات ذيبت كارك عديت باس اللوطة خيط كوتشي بالحق والله كوتش والله ريت هذيك الفازة ديما عادي بالليكس هاي عادي بالليكس ولا ديما بالليكس فورات هاي بالليكس هاي معروفة بلاك بلاك بالليكس حمش حكا لروح ياسف حلوة خلنا نسألكم جايز ميمسي هما يلعبوا انت سلومة كان فاما بونتو قولوا لنا بونتو بش احنا نفيقوا بهي ولا أرجو كيما بكري شنو احسن جمعية عندك ديلك في الدنيا وفي الفيفا في الدنيا وفي الفيفا وفي تونس الريال وفي تونس الترجي باه وسام لا في الفيفا في الدنيا وفي الفيفا وفين ما تحب في الدنيا اكتشفت روحي نحب بشكتاش مريولهم محليهم جماعي تركية تركية مريولهم محليهم معلش شاء الله كيما نراك في تركيا ستريمر في تركيا تولي ومعروفة في بريد تقولي نعرس بواحد منهم في الجوارات ليه 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 احسن جوار احسن جوار عندك تونسي كريستيان تونسي تونسي ولا في الخارج ولا الزوز كيما تحب تونسي فما يوسف المساكي هاي ان شاء الله يرجع لنا سلامات للكان ان شاء الله لاباس وان شاء الله برا رونالدو كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو سلومه تبسمت من الغادي هكا ولا باهي وسام تونسي جسر الخميري فيجو فيجو هاي تحيه الفيجو هاي ان شاء الله نجيبوه مره بحدينا نلعب بطراح ان شاء الله والبره مبابي مبابي كيليان راجل شاكيرا خرجوها خرجوها لنولي نهز في السجو ننفض مش اسمه راجل شاكيرا بيكي بيكي ما فيها كبير شو شب هذا لهذا واحد اسبانيولي اللي خلق فرنساوي قصت المانات حتى قلت لها اقعد عسي تمركش بونت وليه ركز يا سلومة ركز يا سلومة نايس هاي صحة جي اي بالحق ماما اكسيون فيسع فيسع ماريناش كل ماركة مش عاجبني اصلا مش عاجبني انا الريال ليه ليه ازاب بالك خاطر استوديو بارد شوية هاي سخنوا استوديو شفا بالتسعين قال يفيت ترح شكوني ماركة هو سيمي انتي معلم احلى ريال واحلى سيمي يا بهني يلا المانيت يا سيمي المانيت توفي الترح توفي الترح مزيل مزيل وفي الترح وفي تنجم وفي 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 الترح مازال ما فيش 90 90 دقيقة باهي ولا تعبتني شوية ماكش خايب نجم تعمل بخير والله بيتري انا مليح معني وسيم اخويا كلمة الختام
كلمة الخيط تو مازال عندنا طرح بين الزوز اللي ربحوا لي هما ديز لايك وسيم كلمة الختام نقول لعبت الكل جي السرمي في النيمو هاي مرحبا مرحبا في السور هاي شنو اخر كا وقول تحية الديزلايك المنافس نتاعي المحترم فوالا عندك عباد تحب تعملهم ديديكاس هاي ديزلايك هو هذا امي وبابا اختي شكون اخر خويا عثيم يقول ربي فك اسرك مش عثيم ان شاء الله ربي فك اسره عمل له حسين نقول لهم هابي نيو يير وخويا كاو تحيه لهم ناس الكل اساب اساب وعندي ساعه عادي كل مره عادي ساعه نعمل له هكا عندك في ساعه رقع غلط الغلطه نتاعي قلت هي اول واحده ما سمعتها باه ونسي اللي هو قالها تلمو هو يحب يقولها معني اساب خويا شنو تعليقك اقرب شوي للميكرو شنو تعليقك على الهزيمه هذه والله زهرت معاك ما تشوفوا تعليقه راح كامل تيرا مصلوب تيرا مصلوب كرة قدم وكرة مفروشة كما قلكم الله غالب المرجين عملوا بخير يعطيكم الصحة جايز مرحبا بكم في البينك تاي احتوى ديزلايك بشمشي يقعد بحدة سيمي ويلتحق بينا تو سويت هوبا يلا جايز نعملوا سويتش تليبورتي غادي سلومة حتى قلت لك يتمركبون تقول لي ما قلت ليش رجل شاكيرا مبابي رجل شاكيرا كنت تسمعنا شاكيرا تتغشش سامحني صاحبتي تكلم في التليفون قولها ديزولي يلا جايز شنو تكهنيتك بلاك تشاينا ساعة لطرح الفينال ديسلايك انا نصور سامي نحسك تخاف منه ديسلايك معني اي ليه مش منه باه يلا جايز تشكيلاتكم اطراحكم شنو الجمعيات باش تكملوا بنفس الجمعيه نكملوا بنفس الجمعيات ميسج ما كنلقكش ديريكت تبدي يلا نكملوا بنفس الجمعيات شباب هيا ايهاب يا غالي اهلا بيك شنو احوالك والله الحمد لله سواء مرحبا بيك في البينك تايح مرسي عايشك ديجا على قبل الدعوه خاطر مرسي انتم على الانفيتاسيون ديجا مرحبا بيك دونك نعرف بيك ومن بعد نرجعوا نحكيوا باكثر تفاصيل بعد طرح الفينال دونك محمد يهب مشي له 20 سنه هكا ولي دونك تقرا ليسانس اون ادمنستراسيون ايكونوميك اي سوسيال في فرنسا اي سبورت بلاير في الفيفا ومدرب زيد يلعب في ليكيب ناسيونال يلعب في ليكيب ناسيونال ويلعب في حمام الانف ودرب في حمام الانف الهمهامه تحيه للهمهامه كنت معنا ويام في الديجيتال من حمام الانف تحب الهمهامه جايز شنو توقعاتكم انتم اقرب للمايك 2-1 اللي هو 2-1 السيمي روح رياضيه ديزلايك اي خويا سيمي اول مره ما يشكرش روحه من بدينا اي شكر روح سي بون حاضرين يلا نبدي والتعليق عندك انت سلومة تحب تعلق هوبا هاك انت وسلومة خويا يلا ريال مدريد كونتر ليفربول تراو في جوريت وكل ولا سوا سي بون جاونا به جوريت موجودين سلومة موجودة هوبا موجود بلاك تشاينا موجودة ديزلايك وسيمي موجودين البيج بوي معاكم في البينك تايح يلا الكرة عندك يا سلومة شنو توقعاتك انت نصور سيمي يربح تتصور سيمي انا خوي نصور ديزلايك هكا ما نعش نصور ديزلايك بشير... نصور ديزلايك بش يربح والنتيجة ما نعرش الحقيقة النتيجة ما نعرش نجم تكون قريبة نتيجة تكون قريب حتى نشوفه يلا شكون باش يكون البطل اليوم في البينك تايح أبارينا أبار بلاك تشاينا شكور بيك انت احلى مودريتش واحلى اتاك هاو عند البيك كره اوه لا مش نورمال بالراس روف خليف قلد لنا روف خليف تعرفوا ولا اوه عجبتني الباس اما ما حسبهاش مليح نرجعوا جايز ساعه شكون قاعد يلعب بالريال سيمي اي سيمي بالريال اوكي ريال زرق ديزلايك باه لوطا
اوه العارضة والله حلوة. ايه العارضة؟ الكورة رجعت الديزلايك. بسم الله. هبلتني يا سلومة اليوم. يا سيمي عرفت تلمون مركزة مع الطرف بالجمعية متاع سلومة ايدول يلعب ريال هو. ليه سلومة؟ سلومة سلومة مش هوب. اه اتغشت سليمة ما سلومة يظهر تظهر التربيجة متاع سليم. ايه علاش قبيله خاطر سليمة هي تحسها في حد ذاتها تربيجة. فهمت؟ وهاو بونتو فاتك زاد مليح بالحقيقة مليح. اسمعني انا متوقع سامي باش يربح ويوفى الكلام ويوفى الطيح. سيبو او البونتو ولا الديسلايك. صح صح ريتك قلت لك ديسلايك باش يربح انا قلت يا انت ديسلايك خاطر سمسوم احلى سمسوم واحلى كورة يعطيك الصحة. اما الديسلايك ظاهر فيك ساي تروح تتعلق راك مش تخرج انا مورانا مش ديسلايك وين الكونفيونس نتاعك ماشي في الرياض ماشي في الريال الكونفيونس واضح واضح دونك الكره رجعت لسامسونج لا الكره رجعت اي والله مازلت عند سامسونج بسم الله امشي يا سامسونج هاك يا سامسونج سبقها برشا كارك سنترت اي كارك بليكس يا سامي اي خلينا نقول لكم شويه بشويه بشويه اسئله مثال شو هما يلعبوا نبدا بك انت ديزلايك باهي كان جيت برو بلاير في ديسيبلين تابع الاي سبورتس في شنو ترى روحك تختص؟ يلا سنتر تصور فري فاير فري فاير فالو 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 باهي انا هي ليكيب اللي ترى روحك تلعب معها في تونس ولا البرا فالو ليكيب اي الحقيقة ما عنديش فكرة كبيرة معني على العبيد اللي يلعبوا في الفالو فهمت ما باه باه ميساش نتعديو للسؤال اللي بعد احسن جو عندك ملي انت صغير كونتر سترايك 1.6 1.6 هذيك اخويا خلقت اساطير احسن جو اف بي اس با فالو فالو ليه فالو ريت بلاك شاينا تكهنت قالت مش قول فري فاير ميجو فالا فيق بطروايا الخطرة أحسن جو ستوري مود أحسن جو إستوار قول سامسوم يا سامسوم ريتك الكونفيونس بمشي تشكيكا عني مشي أحلى سامسوم أحلى مدريد شدي جود أفور بلا سمي بهميس بيه فما جوار ولا ستريمر في العالم مغروم بيه؟ حقيقة لا بيه كي كنت صغير كنت تيم فيفا ولا تيم برو بي ويس؟ برو ترياز يا حسرة برو ترياز يا حسرة بيه هي وقفت غادي جوستومون ومن بعد فيفا هزت الحمل قال لي انا هي جمعيتك في الكورة في تونس جاوبتني بكري نمشي لك ليك انت يا سامي بيه كان جيت برو بلاير في ديسيبلين في الاي سبورتس اين هي الديسيبلين اللي تختارها؟ كيني دي بالحق فالو لول كل ستيل معناه سيس حاجة ديما نمشي لها كل حاجة فوت فوت نحبك اللي في بيس ما نش معهم برش باه 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 ظاهر لا بيان لعبنا باي فوت اين هي اللي كيبها في تونس مثلا اللي ترى روحك معاها في الفوت كان عندك فكرة كلوب صح والجمعية والجمعيه عزيزي كان لونترنور نتاع الكلوب انت مش بنت المرسى بيان عزيزي كان لونترنور نتاع الكلوب ونتاع المرسى دونك في عروق وعامي كان يكور مع الكلوب زاد باه احسن جو عندك ملي انت صغير سامي الفيفا احسن جو اف بي اس شي اف بي اس لعبت برشا نلعب اف بي اس اما فالوز مش خايب باه احسن جو ايستوار معناها ستوري مود كول اوف دوتي كول اوف دوتي بي كان فما جوار ولا ستريمر الهمك ديزان ولا خليك تمشي في الثنيه اللي انت مشيت فيها ستريمر نحن في تونس اكثر واحد كان يعجبني كاركتير تاع استبرق استبرق وي بي كي كنت صغير فيفا بي ويس فيفا بالحق والله فيفا والله بارمي لي رار ما كانوش برشا يحبوا الفيفا تعرف الفيفا من قبل حتى كي تبدا باش تمشي تشري السي دي نتاعها في تلقاهمش ما تلقاهمش فيفا تلقى بروك جمعيتك في العالم برشلونه في تونس
الكلوب احسن جوير كور في تونس ولا برا؟ في تونس. في تونس بالنسبه لي انا كان كمل يوسف المويهبي. ايت او حذر على المويهبي. المويهبي كان كنا نكون احسن جوارات في تونس في فتره صغيره، كان عنده بوتنسييل كبير 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 برشا. سين ما تربي كوارجي على ما الكره ما حبتوش باهي. انا هاني قلقت سامي ما سامي ما اما تنبير صح ياسر بارك الله عليه بالراس. ليه خاطر من بكري انا كل ما نحكي مع ديزلايك يتمركي له بونت. سلومه شنو؟ هاني نتفرج شيك علي طرح. يلا عندك الكورة علق يا سلومة. والله سلومة ديخ التوا بالبراعة متاع عصيمية هدي يا سمسوم معلم عايشك. شي نشوف طرح بين هوبا وسلومة هنا مقال كوتش وبرو بلاير وسلومة نعرف خاطر نعرف انا احسن توا جوز متاع فيفا في سلومة بنيت سلومة مش بنيت حتى بنيت وليد زيد قول لسمسوم هدي زيد سمسوم ريت ريت كي قلت لكم ديسلايك راهم يضربوا فيه بالطماطم وين الفلام وين الفلام ديسلايك كيتي لا كونفرساسيون. اي ظهري مالي تاع ديسلايك ما تخدمش ولا حاجه نورمالمون كيكه من فوق ظهري ديسلايك ما يخدمش ماكل ثلاثه اي فكا وينهم ديسلايك ما ندروش. كره كالعاده عند بيل ديما على ثنيه بيل احلى. اي يا دي زيد كي نقول لكم حاجه اسمعوني كي نقول لكم حاجه اسمعوني تروح لولو سوان كبير تروح لولو تاع حارة كاو أربع صور كاو بين خويا نحكي على لبليبي بكري هاو دا سيبو العظام عنا شو الدم وبيلد ويلعب وما حتى كي تسألو يجاوبك و بليخ المركي بونت براي يا اوه ليه 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 اوه رياضي كيدا بحال هوب شي رجعوا لك ظهر لي باش تخلصوا ثاني ومثلث ظهر لي. يلا جايز خلنا نعرفوا الفيناليست نتاعنا سي بون هذا هو ليه مزيل خويا تعرفش عليه لازم يرجع بالك يبيع الطرح مزيل وقت هو بالك يبيع الطرح خويا هو نعرف علاش راهو ربح سيمي خاطر سيمي عطى رشوة عطى فلوس الديسلايك باش يرفع انا ما نحبش نعاود اه في فيديو نعرفش انا عطى رشوة حاصلوا ب 10000 باش يربح هكا 10000 يا دي هذيك اللي فوق هندلتو هكا الديفونس انا ما نحبش نعاود راهو ما انا قلت هذه عرفتها ما نحبش نعاود انا راهو اما ذاك راهو عمل يا بلاك نحب نعمل خي. يلا مو صلاح مو صلاح يسنتر ما يسنترش ما يسنترش ما يسنترش ما يسنترش صلاح قعدوا خمسة دقائق بتوقيت اللعبة دونك ظهر نتصور النتيجة سيمي هو البطل نتاع الفيفا تشامبيونشيب اليوم في البينك تاعها الحمد لله ربحت في حاجة فلاميت طفي وظهر لي ربط ماتي مضربوا فيها يا ربط ماتي شو واو توتشي سلومه شويه ديسلايك برشا عليه خمسه يلا وفيتر 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 جي جي سيمي بهنيس وفيتر مبروك عليك سامسونج يا غالي عايشك ربي يخليك حتى هو مش خايب راك ليه العب ديسلايك فما بونتو ماركيها عجبني عجبني تعب فيه برشا برشا تعب فيه برشا تحيا ليك تحيا ليكم جايز نرجع لضيفنا توا عاد محمد إيهاب 20 سنة كما قلت تقرا ليسانس اون ادمنستراسيون ايكونوميك اي سوسيال في فرنسا اي سبورت بلاير في الفيفا مدرب زيدا فاصل وهنا باش نكملوا معك بالسيرفيس ابوني في كليك توب نت سهل عليك وتمكنك باش تعمل لابونمون تاعك اون ليني وتوصل لك المودم غراتويتمون حتى للدار لاكثر معلومات ادخل على www.topnet.tn. شباب رجعنا لكم في البينج طايح ونعاود نرحب سامحوني بضيفنا هوبا هوبا الأعجوبة كما قلت انا بكري يا سيدي عرفتك انا قلت انت شنو تقرا شنو تعمل شنو شنو البوست نتاعك في الهمهامه انت مدرب ولاعب كيف كيف ولاعب في المنتخب الوطني التونسي للرياضات الالكترونيه في لعبه فيفا خويا باش نعاود نفس السؤال كيفاه بدي غرامك بالجيمينج بالجيمينج ملي انا صغير اي من البلاي دو مع خويا علمني شويه برو كذا لينا مع البرو من بعد هو ما عادش مغروم برشا وانا قاعد اخر برو لعبتها اخر برو تريز ممكن برو تريز اني باش كنت كاور انا مدريدي ديما بالريال مدريدي شكون كيفك اليوم انت دايرين بيك مدريديستي
اي وبار وبار الفيفا والبرو معني ما لعبتش لعبت لول لعبت لعبت ريمبو لعبت فما جويت متاع مود استوار لعبت برشا مغروم معناها مش كان فيفا ما الاكثريه ديما فيفا فهمتك دونك انت هوبا حكينا في الاوف حكينا البارح برشا نحسك اللي انت باسيوني برشا مغروم ياسر باللي قاعد تعمل فيه دونك رغم اللي انت مازلت صغير مازلت صغير عمرك 20 سنه وهوني حبيتك تقول لي اسكو لينا درجه بلوتو لينا درجه الجيمينغ كان لك تورنو في حياتك بون الجيمينغ بالنسبه لينا كل شيء معناها غرام وعلاش اللي تولي خدمه فهمت الجيمينغ قاعد يتطور بشوي بشوي في تونس وفي العالم اي يعني كيما قلت لك كان باش تولي خدمه معناها ماذا بيا نمشي فيها فهمت اي وانت وهي خدمه توقع تمارس فيها انت اي خدمه انت تو اي خدمه بي دونك كيفاش تعديت ساعة انت من المرحله نتاع جوار عادي لين وصلت اي سبورت بلاير سيمي برو هكا سيمي برو نحكي دونك مختص في لعبه فيفا واليوم نراوك زاده في ثوب المدرب اي كيفاش تعدى ساعة من الغرام للسيمي برو من السيمي برو للتدريب هو من الاول كيفاش بديت في الفيفا بون الحكايه فهمت ما هو نلعب من الاول من 14 وكل بعد بدي تطور سورتو المود برو كلوب في في تونس بقيت الكلوب والتوال وكل قلت علاش لي مشيت للكلوب كلوب هزيت معها برشا تيترويت باش نرجعوا لهم باش نرجع لك من بعد باش تعطيني البالماريس وكل شيء اي مشيت للكلوب بديت بشوي بشوي لعبت وكل من بعد مشيت لجمعيات اخرين لعبت في الماجستي لعبت في السي اس اس وتوا خديت ديسيزيون في اخر الصيف معايا الوليد نتاع عملان فقلت علاش لي نشدها معناها هي ما كانتش عاملني اول فهمت في البروكليب ما كانتش عاملان في اخر سيزون قلت علاش لي نجرب معناها اي جوست ما كيفاش انطلقت تجربه كيفاش كانت المفاوضات مع الفريق والله حكيت مع الشيف سيكسيون اللي هو احمد القادي سلم عليه برشا وعجبته الفكره وعجبهم البروجي قلت لهم راني انا مستعد اني معناها نكون الجمعية وكل ونضرب عليها وكل نحكي على السيزون هذه اللي مازلنا كي دخلنا فيها هل أنه عملت فورماسيون ولا 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 تحضيرات باش وليت مدرب لا لا كيفاش كيفاش مدرب كيفاش تولي مدرب اليوم في تونس متاع رياضات إلكترونية هو اسمعني بالإكسبرينس تعرف برشا حاجات لعبت معناها مع جوارات كبار معناها بالحق في تونس هاي سامي كنت حب سامي لعبت مع حسين بن عيسية اسكندر الشيبي لعبت مع ذو مجموعة الكلوب لعبت مع خالد درويش حسين حمزة كوتش كيب ناسيونال سلم عليه كوتش هاي حمزة كان قاعد في الكرسي اللي انت قاعد على اللي انت قاعد فيه توا ايو براز سكيلز والباركر كله معناها باركر كيف تحية ليه بشوي تتعلم لين تتعدى المرحلة أخرى لازم العب ديما يقدم فهمت بيه خويا خلنا نرجع شوية هكا بالماريس وارقام وكل شيء مع غاديه من جمعية لعبت قدم من جمعية لعبت وسميهم كنت حكي كلوب أفريكا لعبت مع البيريود صغيرة لعبت مع ستات في تشامبيونز ليج خسارة وقتها كنا نجم نهزها شنية لعبت مع الماجستي كانت اكسبيرينس حلوة برشا ولعبت مع السي اس اس طول هم جوستومون كيفاش كانت تجربتك معاهم لي زيكيبي هذوما انا هي احسن اكسبيريونس ولا احسن ذكرى بقات لك في الباركور هذا هما لي زيكسبيريونس الكل تعلمت منهم اما احسن واحد وقعت في الذكرى خاطر قعدت معاهم برشا ومجموعه الكلوب معناها الكلوب معناها هيومينمون كانت ابار لو فيت اللي انت قعدت عام معاهم معناها الجمعيه الوحيده قعدت فيها عام فهمت وهزينا بالقدي احكي لي خويا التيترويت نتاعك اللي بديت تلعب لليوم هزينت مع الكلوب اربع تيترويت سلومه لحظه سلومه احسب ما باش نعطيك حاجه تعملها تو ارشم كل ما تسمع التيتر ارشم في الفيفا 20 فيفا 20 هزينا شامبيونا وكوب وجيم اوف كورونا عملنا ولا هزينا شامبيونا ويفا هذايا مع الكلوب مع السي اس اس هزيت الكوب في السيف وهزينا كوب دافريك مع الكيب ناسيونال عملنا تبارك الله معناها نحكيو على 6 7 تيترويت اوكي باهين 6 7 تيترويت عمرك 20 سنه سلومه بعديك عمرها 17 سنه احكي له على الباركور نتاعك سلومه في قول له قداش السكور نتاعك انا عملت في الشامبيون جبت 29 واحد ركور في الفيت شامبيون كان اول كان اعلى واول ركور معناتها نوصل له هكاكا خاطر من الاول بديت 26 كات هكاكا وقعدت في نفس الركور شديت في شهر قعدت بنفس الركور هكاكا وحسيت له حطيت في قلبي ووصلت باهي
هوني حمزه كنت نجم تحكي لنا رابيدمون كيفاش يصير كيفاش يصير الكوتشينغ اسكو فما تحضيرات اسكو فما بريباراسيون مونتال بريباراسيون فيزيك تصير احكي لنا بريفمون بيان سور اهم حاجه المونتال بالنسبه لي انا انه لعبت تدخل المركز الكل وكيكا كيفاش تحكي مع جوارك جواريت قبل الطرح في وسط الطرح كيفاش تبدل لعبك سولون ادفيرسير ديجا كنا نلعبو تو وعملنا نول ما بيسالش جبناه من طرح راهو هو مسيرش كان طرح كاسح برشا كنا ادفيرسير كاسح برشا ديجا مغربي هو يلعب معنا في الشامبيونا باش نسالك اسئله سبيد كويستشنز شنو احسن جامعه عندك في العالم ولا في تونس؟ زوز في تونس لتوال وفي العالم الريال احسن جوار تونسي واحسن جوار اترانجي احسن جوار تونسي كلهم بالنسبه لي انا شيخاوي شيخاوي في العالم ان شاء الله مربوحه عاد في الكان شيخاوي معهم احسن فيفا لعبتها احسن فيفا لعبتها اي فما ال 17 وهذه 17 وال 22 اي الكل يقولوا 22 ال 21 بار كونتر حتى على كليم باركر لهنا قال اخيب اخيب فيرسيون شنو احسن رانك خلط له في الفيفا التيميت تيم عمناه ال 26 كات احسن فورماسيون احسن فورماسيون سني كاتريبل دو بي احسن كارت لعبت به ممكن ار 9 94 بي احسن سكيل موف ريفرس اكبر سكور ربحت به ممكن 12 انت وقتيه قديه وقت سلومة خلط 24 ولا 14 في الاونلين في الاونلين يعني بيه حشم على روحه ديزلك بيه اكبر سكور اكبر سكور كليتو كليتو ممكن فما خمسة خمسة بيهين بيهين خمسة أربعة بكري بيهين واحنا هكا شباب خلطنا الأخر موعدنا اليوم في البينك تايح نشكركم نعطيك كلمة الختام هوبا مرسي بوكو على الانفيتاسيون سلم على خسارة ما بقلناش وقت نلعب وترح نعودوها مرة أخرى إن شاء الله هوبا إن شاء الله قلت لك نسلم على أصحابي الكل وعلى عائلتي وإن شاء الله ديما نقدموا سواء في الجيمينج ولا في الهمامة ومرحبا بك في اي وقت نجم تدخل معنا حتى بار تليفون من فرنسا كي تبدا في فرنسا جايز في ساعه كلمه الختام ميرسي بور لانفيتاسيون فهمتني المره الثانيه نجي بعديكم تفرحوا بيا على الاخر مرحبا بك تحيه لامي وتحيه لامي الاخرى ام عشيش ماما نحبهم على الاخر تحيه لهم عايزين بريسك وعشيش التيم تاعي وتاكي ولعب اللي تابعونا في اللايف نس كل ودارنا وصحابي نحبكم على الاخر تحية ليهم سامسونج شامبيون مرسي على الانفيتاسيون كانت تجربة باهية نقدم التحية لأمي بابا وخويا بالله بقبوق اللي برجني عليها التحية قلوب والستاف تاع تراب لايف جي تي ار بي الكل ما نمش ننسى حد والمدام شهية والمدام تحية ليهم سلومة فيسع فيسع تحية للعبيد الكل اللي تعرفني تحية ريال مدريد ورونالدو كان يسمع فينا اوكي بلاك شاينا تحية الفاغوس البربور الفريكس المونتا البارارا حفظتهم كل مرة تعادل يا عموزة كموسة مش فاغوس نشكر ناس كل اللي تفعلت معنا وكانت في المتابعة يا بلاك سيئة كملنا العبيد اللي كانت في المتابعة كسوسوا على الغاديو ولا ستريمينج على الفيسبوك ولا على تويتش نشكر ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا ضيوفنا اللي كانوا معنا في الساعة الأولى زيدا نشكر لي كرونيكور متاعنا ليث حسيون كان كاستر بلاك تشاينا سلومة كانت كاستر بتاتا عاوننا في الإعداد البيج بوي فرات حميدة يرافقكم وميكرو وإيم في الإخراج وإيهاب في الإخراج رقمي مختلف فقراتنا تنجموا تلقاهم وتعادوا تتفرجوا فيهم على البلاتفورم متاعنا سور فيسبوك وسور يوتيوب موعدنا الجمعة الجاية إن شاء الله في البينك تايح كيف نهار الجمعة من 9 حتى للحديش نخليكم مع الأخبار ملتقانا كما قلت الجمعة الجاية ما بقى لي كنقول لكم شباب good game and goodbye.